جمال، اليوم ظهر اليوم حدث اشتباك، يعني قالت إسرائيل أن حدث اشتباك على الحدود مع لبنان، فأعاد سريعا إلى الأذهان فكرة 2006. يعني الكل كان يتوقع بدايات لما شهدناه مع 2006 حتى تلاشت المخاوف. يعني كيف تنظر لما حدث اليوم؟ كيف تقيمه؟ سيما وإن حزب الله بمناسبة يعني ينفي تماما ما حدث. لا، ربما تلاشت مؤقتا. أنا أعتقد أن هناك تصعيد. ما يدور الآن هو حرب خفية ما بين إسرائيل والولايات المتحدة من طرف وإيران من طرف آخر، وهذه المعارك تحدث على الأراضي السورية، ربما تحدث على الأراضي اللبنانية إذا أرادت طهران أن تدفع بنوع من العنف ضد إسرائيل من حدودها الشمالية. فبالتالي هذه أعتقد لن تهدأ. ربما ما قاله حزب الله اليوم في الواقع لا يعني في الحقيقة، قالوا أن ردنا لم يتم بعد على اغتيال الشهيد أو كما سموه في سوريا. طبعا هذا غير صحيح، لأن ما حدث بالفعل أن هناك قوة لبنانية حزب الله يقول ليس تابعة له، إنما هي عبرت الحدود إلى الحدود الإسرائيلية عن طريق مزارع شبعة. سواء حزب الله أراد أن يعترف أو ينكر هذا شيء، إنما الواقع بيكون شيء آخر. أنا أعتقد أن الزيارة التي قام بها رئيس الأركان الأمريكي إلى إسرائيل الأسبوع الماضي ارتبطت بعدد كبير من القضايا، منها التنسيق في التعامل ضد إيران، وإحنا جميعا شاهدنا ما حدث في إيران من تفجيرات في خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهذه ليست هباء. ما الذي تعنيه سيد جمال؟ هذه نقطة في غاية الأهمية. هذه نقطة في غاية الأهمية. في الأيام الأخيرة يوميا يحدث انفجار على الأقل في مدن إيرانية مختلفة، في منشآت كيميائية صناعية وما شابه، في مخازن يعني غير معلوم. النظام الإيراني يقول إنها ليست عدائية. هل لديك تفسير؟ أنا أعتقد أن الجهة أو الجهات التي تقوم بها لم تعلن عن من هي، فأنا لا أستطيع أن أتكهن أو أتنبأ، ولكن تستطيع أن تقرأ ما بين السطور. ولكن إيران في وضع حرج للغاية، ولكنها لا مفر من أنها تحاول أن تلفت الأنظار إلى شيء خارج حدودها، لأن الوضع الداخلي في إيران بدأ يزداد سوءا، خاصة بعد عمليات المعارضة الشديدة والتظاهرات التي شفناها في من عمال مصانع السكر في جنوب إيران، وهناك الوضع الاقتصادي الذي وصل إلى حد في غاية السوء. فدائما إيران تحاول أن تصدر المشاكل للخارج. طيب، ربما تحاول إذا حسبتها بشكل أن تحرك حزب الله، ولكن أعتقد ما قاله نتنياهو اليوم أن الرد سيكون حاسم وسريع ومكلف. وطبعا لابد أن نذكر ولابد أن نعرف أن المواقع الإيرانية في سوريا تضرب بقالها حوالي سنتين أو ثلاثة. سؤالي الأخير يا سيد جمال لحضرتك، وكذلك سأستأذنك فيه أيضا، لأنه ربما سؤال عن المنصب أكثر من شخصيتك. يعني الآن تسمعني؟ تسمعني جيدا سيد جمال؟ تسمعني جيدا؟ عفوا أنا آسف، ما سمعتش. الآن تسمعني جيدا؟ الآن طيب. بعض الشيء فضل. طيب، سؤالي الأخير أستأذنك أن يكون متعلق بالمنصب. أنت كنت كبير المترجمين في إدارة البيت الأبيض، حجم المعلومات التي لديك أكثر بمراحل من حجم معلومات موجودة ربما عند رؤساء حكومات. كمية الأسرار التي بحوزتك هم ثقيل، ما تتحدث به ربما هو عشر ما تعرفه. ألا يزعجك هذا الأمر؟ هل تشعر أنك في مأمن؟ دعني أقول لك قصة طريفة. رئيس بوش الابن عندما كان على وشك مغادرة البيت الأبيض بعد نجاح الرئيس أوباما، في آخر يوم أو يومين كنت معه في المكتب البيضاوي وطرح علي سؤال، قال هل ستكتب كتابا؟ فقلت له أنني في الواقع لا أفكر في كتابة كتاب. فقال لي أنا لو أنا منك
أكتب هذا الكتاب وأجعله وضعه في مكان سري وأقول أنه في حالة اغتيالي أو قتلي فأن هذا الكتاب سيظهر إلى العالم. أشكرك.